بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اهلا وسهلا بكم اخواني واخواتي ومع هذه الحلقه الجديده من برنامجكم مختارات شرعيه ولازلنا معكم مع هذه العباده الجليله العظيمه التي هي ركن من اركان الاسلام وهي عباده الصلاه والكلام حقيقة في الصلاة وإصلاحها يطول لكن لا بد أن يخطو الإنسان خطوة ولا بد أن يبذل السبب ولا بد أن يعرف مواضع الخلل حتى يؤدي هذه العبادة كما يريد الله عز وجل دون نقص ودون إخلال بهذه العبادة وهذه العبادة الجليلة أقول إخواني الكرام وأخواتي الكريمات في هذه الحلقة أود أن أتكلم عن احوال الماموم مع امامه احوال الماموم مع امامه، اولا يجب ان نعلم ان الماموم مطلوب منه ان ياتم بامامه ولا ينفرد عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به انما جعل الامام ليؤتم به فاذا ركع فاذا كبر فكبروا واذا قرا فانصتوا واذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا هذا هو المطلوب من الانسان في علاقته مع الامام علاقتك مع الامام لا يجب ان تكون علاقه منفصله ومنفكه بل هي علاقه تلازميه علاقه مقترنه مع بين المأموم وبين امامه لذلك من هذه الامثله هو ان يعرف الانسان احوال الامام أو أحوال المأموم مع الإمام. وهناك حقيقة عدة أحوال. العلماء قسموها إلى أربعة أحوال. المسابقة، المخالفة، الموافقة، المتابعة. سأتكلم عن كل واحدة وحكم كل واحدة منها ومثال عليها. أول هذه العلاقات بين المأموم والإمام هي علاقة المسابقة. والمسابقة في الصلاة المقصود منها هو أن يفعل المأموم أن يفعل المأموم افعال الصلاه قبل امامه. وان ان يستعجل في بعض الافعال قبل ان ينتهي الامام. وهذا من الخلل الذي يقع فيه اكثر الناس اليوم. وهذا نراه ونشاهده بعض الناس احيانا نجده يسجد قبل امامه او يركع قبل امامه او حتى يسلم قبل امامه. وهذا حقيقه من الاخطاء الكبيره. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الامر. وبين خطره. وقال عليه الصلاة والسلام أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل إمامه أن يقلب الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار يقول العلماء هذا الحديث معناه أن هذا الإنسان الذي يستعجل الصلاة قبل إمامه حقيقة فعل أشياء شيء مستغرب يدل على البلادة يدل الحقيقة على الجهل لذلك شبهه صلى الله عليه وسلم بهذا الحيوان أجلكم الله له حيوان الحمار يعني كانه يقول انت الان دخلت في صلاه مع امام وتميت به ومع ذلك تسبقه، اذا ما الفائده من 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 دخولك معه؟ كان النبي يقول اذا كان هكذا صل وحدك. لماذا تصلي مع الامام بهذه العجله وبهذه السرعه وبهذه الطريقه؟ وليس المراد ان الانسان ينقلب صورته الى صوره هذا الحيوان، المراد انه ان وصفه او شبهه بهذا الحيوان من جهه انه حيوان فيه بلاده فيه حقيقه جهل وغير ذلك، هذا هو المقصود من هذا الامر. لذلك المسابقه في الصلاه قال بعض العلماء انها محرمه. لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يذم هذا الذم على امر مكروه. وقال بعضهم بل المسابقه حكمها مكروه. حكمها مكروه. ولكن السؤال المهم هل المسابقه تبطل الصلاه؟ او لا تبطل الصلاه؟ هذا ما ساتكلم عنه ان شاء الله تعالى. بعد هذا الفاصل مرحبا بكم اخواني واخواتي وعوده لما كنا قد توقفنا عنده قبل هذا الفاصل وكان الحديث حول احوال الماموم مع امامه وقلنا بان احوال الماموم مع امامه له عده صور ابرزها واكثرها انتشارا وتصرفا من بعض الناس هي المسابقه وذكرنا صوره المسابقه وذم النبي صلى الله عليه وسلم لها وهل هي محرمه او مكروهه قولان لاهل العلم لكن السؤال المهم هو قضيه اليوم بطلان الصلاه بالمسابقه، هل المسابقه تبطل الصلاه؟ او لا تبطل الصلاه؟ اقول الجواب عن هذا بان نقول ان المسابقه ان كانت في تكبيره الاحرام يعني بمعنى ان المأموم كبر قبل امامه، وهذا يحصل كثيرا لما يقول الامام الله اكبر، المأموم في نفس الوقت يقول الله اكبر فينتهي المأموم قبل إمامه. نقول هذا لا تصح صلاته مع الإمام وإنما لأنه سابق إمامه في تكبيرة الإحرام فلا تنعقد صلاته. الثاني وهي المسابقة في كل أفعال الصلاة. ركع قبل الإمام، سجد قبل الإمام، رفع قبل الإمام. هذه المسابقة نقول هذا الإنسان إما أنه إذا سابق الإمام يرجع فيأتي بهذا الركن بعد إمامه يعني الان رفعت قبل الامام جهلا منك وليس عمدا انا اتكلم عن الجهل لان العمد يبطل الصلاه لكن اتكلم عن الجهل رفعت قبل الامام ثم تنبهت ان الامام لا زال راكع ترجع مره ثانيه مع الامام واذا رفع ترفع وراءه هذا لا اشكال فيه اما اذا سابق الامام والماموم امامه ولم يرجع فهذا لا يصح منه هذه الصلاه هذا الامر الاول الامر الثاني او الحالة الثانية حالة المخالفة والمخالفة عكس المسابقة بمعنى ان المأموم يفعل اعمال الصلاة وافعالها بعد الإمام بمدة من الزمن الإمام راكع والمأموم معه راكع يرفع الإمام والمأموم لا يزال راكع يسجد الإمام والمأموم لا يزال راكع هذه تسمى المخالفة وهي ايضا مكروهة و ذهب بعض العلماء إلى أن المخالفة إذا زادت على ركنين في الصلاة أنها تبطل صلاة المأموم لأن الإئتمام ما يحصل بهذه الطريقة أنت الآن لما تصلي مع الإمام ما الفائدة الفائدة أنك تأتم به وتفعل كما يفعل الحالة الثالثة من أحوال الإمام أو المأموم مع الإمام حالة الموافقة ومعنى الموافقة أن يفعل المأموم أفعال الصلاة مثل ظل الإمام يعني مع بعض يركعوا مع بعض يرفع مع بعض ويسجد مع بعض وهذا تسمى الموافقه ان تكون الافعال بعضها قريب من بعض او بعضها ملتصق ببعض هذا هو هذا ايضا من الافعال المكروهه في الصلاه الاخير وهو المتابعه والمتابعه مستحبه في الصلاه وهي التي امر بها المأموم النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا لاحظوا الفاء هنا يقول العلماء فاء التعقيب يعني اي اذا ركع بعد ركوعه اركعوا اذا سجد بعد سجوده اسجدوا وهذا الذي كان يفعله الصحابه رضي الله تعالى عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الراوي كنا لا نسجد حتى تلمس جبهة النبي صلى الله عليه وسلم الأرض لاحظوا هنا عدم العجلة وكانوا لا يرفعون إلا إذا اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم جالس وهذا هو المطلوب أن المأموم تكون أفعاله بعد أفعال الإمام أما أنه يتعجل ويستعجل ويفعل أفعال الصلاة قبل إمامة أو مع إمامة أو يخالف بفترة بعد أكثر من ركن هذا كله حقيقه مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فالقضيه تحتاج منا الى تأني والى عدم عجله والى متابعه الامام حتى يحصل الانسان بذلك الفضل والثواب الوارد في هذا الحديث القاكم باذن الله مع حلقه جديده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.